معانا على الهاتف النائب الأستاذ ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. يا نور يا فندم، تقييم حضرتك إيه للبيانات اللي جت النهاردة في تقرير مجلس الوزراء؟ هو التقرير ده أنا عرفت إن هو وصل للمجلس عندنا، بس لسه ما توزعش علينا. لسه ما توزعش يعني حضرتك ما قريتوش او ما اطلعتش عليه؟ احنا ما قريناهوش، بس طبعا يعني التقييم المبدئي لما نيجي نقارن وضع مصر قبل 3/11 بدايه الاصلاح الاقتصادي ووضعها النهارده، هنقدر نقيم يعني جزء مهم قوي في البرنامج بتاع الوزاره دي اللي هي الناحيه الاقتصاديه. واعتقد ان الوزاره دي تحملت اللي ما حدش كان ممكن يتحمله من ناحيه بدء ايه الاصلاح الاقتصادي في مصر وايه واتخاذ قرار التعويم. يعني المسار بالصحح وواضح. احنا الكلام ده احنا عارفينه، بس هيجي لنا مكتوب، هنشوف اللي مكتوب طبعا، بس الدنيا واضحه. هو لما هيجي هذا التقييم السيد رئيس المجلس هيوزعه على اللجان المختصه. يعني هيبقى في اجراءات هتتخذوها حضرتك في مناقشه هذا التقرير. طبعا ده هيتوزع على اللجان المختصه، كل لجنه هيبقى في لجان مختصه كل لجنه بحاجه معينه هتقيم انجاز الوزاره في الجزء اللي يخصها. تمام. وهل هو الكلام اللي جاي ده مطابق للواقع ولا كلام فيه حاجه زياده؟ ده كلها انا متوقعه، خد بالك ان طبعا هيبقى كلام كله واقعي، لان احنا في الوقت الحالي العمليه كلها يعني واضحه.